بعد ما ماتت خديجة قام النبي يدور على النسوين وما سابش لا الكبيرة ولا بتاعت المراجيح ولا الحرة ولا العبدة ولا اليهودية ولا النصرانية، وضحك على أصحابه قال إيه؟ نزلت آية: وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وهو ماشي يوقف الستات ويقول لهم: هبي نفسك ليه؟ وهل تهب الحرة نفسها للسوق؟ أعوذ بالله من أنا رسول الله. أبو أسيد قال: دخل النبي على إيه؟ على أميمة بنت النعمان فقال لها: هبي لي نفسك. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى عليها ليضربها. الحديث أيها الإخوة فعلا في صحيح البخاري وفي مصادر كثيرة كمان طبقات ابن سعد وغيره، لكن هو إيه؟ مفصل أيها في كتاب الطلاق، عدوا لي في كتاب الطلاق من صحيح البخاري عن أبي أسيد. الآن في روايات أخرى أيضا كثيرة لما رؤية فعلا المرأة يبدو أنها كانت بارعة الحسن والجمال، وهي كانت سيدة الملوك، هي أميمة بنت نعمان ابن الجون الكندي ملك كندا، فهي بنت ملوك سيدة ملوك. أنا أمي يا عائشة، فقد طلبك يا رسول الله للزواج. بنتي هتمسك النجوم. هو محمد شاذ بنتنا طفلة، ومحمد عنده 55 سنة. عنده 53 مش 55، ومع السلطة والقوة، وبنتنا هتتجوزه لو قلنا نعم أو لا. أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. ابن العم، إن بقت انت تهبك في الخارج، هل تريد أن تهب نفسها لي؟ كلا كلا بتاكي. يا نبي الله، أصبت حدا فطهرني، إنني حامل من الزنا. اذهبي حتى تضعي حملك. وفي الصحيحين أن امرأة من الصحابيات كانت في المدينة، وسوس لها الشيطان يوما وأغراها برجل فخلى بها عن أعين الناس، وكان الشيطان ثالثهما، فلم يزل يزين كل واحد منهما لصاحبه حتى زنيا. فلما فرغت من جرمها تخلى الشيطان عنها، فبكت وحاسبت نفسها وضاقت عليها حياتها وأحاطت بها خطيئتها حتى أحرق الذنب قلبها. جاءت إلى طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام، وقفت بين يديه ثم صاحت من حر ما تجد، قالت: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم: هيا يا عفور لنذهب في جولة. ريحه عنبر. أن عفيرة يعني كان حمار النبي صلى الله عليه وسلم، ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى النبي، وهذا عجيب. النبي ركب الحمار، أما الحمار ملتفت للنبي باصص له كده، باصص للنبي صلى الله عليه وسلم، لف دماغه وبص يكلم النبي. يقول له إيه؟ حدثني أبي الحمار، أبي أهو يبقى عندي 4 حمير. حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه، السند هنا في 4 حمير. طيب الحمار الرابع بيقول إيه؟ اللي هو الكبير. أن نوحا ركب عليه، أن نوحا ركب عليه الحمار 2 3 4. الرابع بيقول إن كان ركبه نوح فمسح على كنفه، وفي رواية كيف إليه، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الأولين والآخرين، أي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار حتى تركبني يا رسول الله. يعني الحمار ثانية، الحمار بيقول السند كله: حدثني أبي عن جدي عن أبيه، يعني الإسناد كله 4 حمير. نوح كان راكب الحمار الرابع، يا رسول الله فداك أبي وأمي، أما الحمار قال له كده: فداك أبي وأمي، يا رسول الله فداك أبي وأمي، أما الحمار قال له كده: فداك أبي وأمي، يا رسول الله فداك أبي وأمي، أما الحمار قال له كده: فداك أبي وأمي. حبيب بابا مين روح بابا علشان خاطر مين بابا يخاف. زوجتي العزيزة عائشة، ماما طلبت لي من الغزو خاطر يتعب 100 سنة، فين اللي نازل كعبة
كلي هذه واذهبي إلى الأرجوحة. ماذا ستبدوه تاسعة يا عشوشي؟ ابن العم، ماذا تريد؟ أريد أن أستأذنك في أمر ما. تعال واجلس، أجلس واخبرني ماذا تريد. كنت تعلم بأنني مضى وقت طويلا بزواجي من فاطمة، وأنا بي شوق أن أتزوج زوجة أخرى. ماذا قلت؟ لا لا لا، لا تؤذني في فاطمة، فهي بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. كون أن الإمام علي عليه السلام خطب بنت أبي جهل وراد يتزوجها، واتصل الخبر بالنبي في حياة الزهراء فاطمة، اتصل الخبر بالنبي والنبي انفعل وصعد على المنبر قال: لا تجتمع ابنة عدو الله وابنة نبي الله في بيت واحد، إذا أراد علي أن يخطب بنت أبي جهل أو يتزوجها فليطلق ابنتي. أنت متزوج بأكثر من واحدة. أنا جمعت بين النساء لكي أنشر الإسلام بين قبائل العرب. أبو بكر كان مسلما عندما طلبت عائشة. أنا طلبت عائشة عندما ماتت خديجة. وصفية أخذتها بعد أن ذبحت زوجها وأخيها وأبيها، فهل ينشر الإسلام بين الموتى؟ أو لم يكن لها أفضل من السبي؟ حفصة وجورية ماريا القبطية وزينب بنت جحش زوجة ابنك. لا تقل ابنك، ما كان محمدا أبا لأحد. أنت تفكر بمشاعر فاطمة ونسيت مشاعر باقي نساء المسلمين عندما أذنت للرجل أن يتزوج بأربعة. هاي إشكال كل الغرب والمثقفين يشكون هذا، ليش هذا النبي يوميا متزوج لوحده؟ قالوا المسلمين قالوا يريد أن يقرب بين القبائل، إذا يابا فقط تزوج أم حبيبة بنت أبو سفيان هذا معقولة، بس هاي وحدة بنت عشيرة مخالفة بنت أبو سفيان تزوجها حتى شنو؟ حتى يميل أبو سفيان، حتى يكسبه، معقولة. أما أنت تتزوج 30 زوجة وحدة بنت أبو بكر، هو جاي وياك هو صاحبك، بعد شنو تتزوجها؟ وحدة عمر، وحدة أم سلمة ما كانت من عشيرة، كلهن ما كان من عشيرة، بعد ذلك إن وهبت امرأة نفسها للنبي، ياهل تجي تهب نفسها للنبي، لا بنت عشيرة، لا أصلا هي أصلا ما عشيرة ما عادها. فإذا لو قتل اليهود قتلهم وزوج صفية، بعد على شنو يا عشيرة يكسبها؟ هم قتلهم كلهم قتلهم، بعد على شنو يكسب يا عشيرة؟ هم عشيرة بين قرض كلهم قتلهم، الخندق كلهم قتلهم، فجويرية يهودية صفية يهودية. فإذا دفاع علماء الإسلام دفاع ضعيف غير مقبول، أنه يريد يكسب العشائر، لا مو ما يكسب العشائر. نعم أذن لأنهن ناقصات عقل ودين، إلا فاطمة بهذا سويتهن بالكلب والحمار. نعم، وكما قلت في حديثي، ثلاثة يفسدن الصلاة: المرأة والكلب والحمار. محمد قال في أحد أحاديثه: ثلاثة تفسد الصلاة: المرأة، الكلب الأسود والحمار. هل يفكرون قليلا؟ هل يعرفون بأن الله اختار جسد المرأة ليكون المكان الذي يمارس فيه أعلى درجات إبداعه، ألا وهي الخلق؟ أليس من الأخلاق بمكان أن نمنح ذلك الجسد نوعا من القدسية بدلا من أن نوصمه بالنجاسة؟ خذ هذه واحضر لي قليلا من بول الإبل، إنه مفيد للسؤال. أنا متزوج بأكثر من واحدة، وأنا يجب أن أبقى مع فاطمة الذي تشبهه. الو بتاع ايه؟ شرب بول الإبل. الحديث يا شيخ محمد بيقول ايه؟ ان النبي امر الناس اللي كانوا يشتوا في المدينة
انه هم يلحقوا بالراعي براعي الابل بتاع الصدقه. ليه؟ يشربوا من ابوالها والبانها. احنا بنفتخر بروايتنا ما نقولش ضعيفه، لا لا صحيحه، يشربوا منها. يا راكب المال هالكوش الدين دم يا وليفي واعتلي فوق هياط تسبق نسيم الريح يا بنت بالدين واسرع عن اللي باسم وريش أرض إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليخمزه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. صدقت أنا. هو الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليخمزه كله، فليخمزه كله، وبعدين ننظر الحديث ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه الشفاء وفي الآخر الداء. الراوي أبو هريرة، المصدر صحيح البخاري، رقم الحديث 5782. السلام عليك يا رسول الله. ماذا تريدين يا امرأة؟ لقد عدت إليك بعد أن وضعت حملي. اذهبي فارضعيه، فإذا فطمتيه فعودي إلي. السمع والطاعة يا نبي الرحمة. فلما مضت 9 أشهر ضربها المخاض، فلم تزل تتلوى من الألم حتى ولدت. فلما ولدت لم تنتظر نفاسها، بل قامت من فراشها وحملت وليدها في خرقتها، ثم مضت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضعته بين يديه، قالت: هذا قد ولدته يا رسول الله، فطهرني. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. أيها الأحمق، لقد صرفت الماء كله، أريد الذهاب إلى الخلاء، فلماذا أتشطف؟ لتكن سنة نبوية 4 حجرات. لتكن 3. والرابعة هي لك. أي أنا محاط بالحمقى يا يعفور، وأنت أفهمه. قد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أنه إذا استنجى بأقل من 3 أحجار فإنه لا يجزئ عنه، أنه إذا اقتصر على حجر أو حجرين وتوضأ وصلى صح صلاته، ولكنه يأثم لماذا لم يأتي بثالث، وهذا أصح من قول أبي محمد بن حزم. والله لأصح أن سرك مع القس ورقة ابن نوفل. يعفور، اسمه يعفور. يعفور بتحب النسوان؟ يعفور ما بيحبش النسوان، ما بيحبش النسوان. يا ريت يا ابن العم لو تقدر تساعدنا. هساعدكم يا خديجة، هعمل له كتاب شوية آيات من التوراة وشوية من الإنجيل واخلطهم يعملوا آيات مضروبة. واختفى الوحي، اختفى، مات ورقة ففطر واختفى الوحي. أنا مش فاهم إيه علاقة موت ورقة بفطور الوحي. أنا راجعي الجبل علشان ألاقي حل. يا علي يا علي، لنأكل سوية. ماذا تريدين يا امرأة؟ يا رسول الله، لقد أتيتك بعد أن فطمت طفلي راجية رحمتك ومتوسلة عفوك، حتى أرى طفلي هذا، إنه قطعة مني لا أستطيع فراق. لكنك زنيتي، والله أنزل علي في قرآنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة جزاء من الله، والله عزيز حكيم. والله غفور رحيم أيضا، يقبل التوبة، وأنا تبت إلى الله وأطلب أن تغفر لي. الله يأمر برجمك، وأنا واجبي أن أطبق عدالة السماء. أية عدالة تتحدث عنها؟ أنت لم تسأل عن الرجل الذي أجبرني على الزنا. أتحاسب الضحية وتترك الفاعل
أي عدالة هذه؟ أي عدالة؟ أنت امرأة والمرأة تثير شهوات الرجال، خذها يا علي ونفذ بها القصاص. احذر الحجارة يا علي. أمرك يا رسول الله. أولا يستطيع الرجل أن يكتم شهواته؟ بل إن الرجل يستحق عقوبة أشد، لأن المرأة لا حول لها ولا قوة. أنتن ناقصات عقل ودين. أيحاسب الناقص ويترك الكامل؟ أهذا عدلك يا من تزعم بأنك رسول من عند الله؟ الله عادل غفور رحيم يقبل التوبة، وأنت لا يمكن أن تكون رسول من عند الله. ولم أرحمك حينما جعلتك تضعيه ثم تركتك ترضعيه. ليتك رجمتني حينها، كنت قد قتلت نفسا واحدة، أما الآن فأنت تقتلني وتشرد طفلا بريئا يانعا يترك وحيدا في هذه الدنيا. إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا تقلقي، سينضم إلى لقطاع هذه الأمة. ارجمها يا علي. هيا يا علي، لقد تعبت من الرجم، هيا بنا نأكل. ماما ماما ماما. فطمته من الرضاع لفت عليها ثيابها، ثم خرجت من بيتها بولدها وناولته في يده كسرة خبز، ثم أتت به يمشي معها حتى وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: يا نبي الله، هذا قد فطمته وقد أكل الطعام، فطهرني. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام الصبية إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها حتى ماتت. نعم ماتت. لقد تعبت من الرجم، هيا بنا نأكل. ماما